السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك، ادعمنا عشان نستمر. يلا بينا على بداية اخبار الاسود، بس الاول نصلي على النبي. رفض فيريرا منح اللاعبين راحة اليوم عقب عودة البعثة إلى القاهرة مساء أمس قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة، وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريبات اليوم في 8 مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة نظيره إلياكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون ضمن منافسات الذهاب للدور 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كشف مصدر داخل الزمالك عن موقف البنك الأهلي من بيع ناصر منسي، وأكد المصدر أن البنك الأهلي رفض بشكل نهائي بيع ناصر منسي للزمالك خلال الموسم القادم، ورغم محاولات الزمالك القوية لكن الأمر قوبل بالرفض في النهاية. رفض في النهاية بيع اللاعب والتمسك باستمراره للحاجة إليه من الناحية الفنية. وشدد المصدر على أن ناصر منسي نال إشادة فيريرا بصورة كبيرة وكان يمني النفس بتواجده مع الفريق قبل أن يتم تجميد المفاوضات. دخل مسؤول الزمالك في المفاوضات مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش لضمه بداية من الموسم القادم، وذلك حال تعثر صفقة محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي وسط الخلاف بين الناديين حتى الآن على الجوانب المالية. يحسم الجهاز الفني موقف المعارين قبل السفر للكاميرون في ظل إصرار فيريرا على عدم التسرع، وإن كانت هناك موافقة على إعارة اللاعبين مرة أخرى، خاصة أن المدير الفني يتمسك بالقوام الأساسي والذي حقق به بطولتي الدوري والكأس. يجهز مجلس إدارة النادي مكافآت اللاعبين بعد الحصول على الدوري والكأس من أجل منحهم للفريق قبل سفرهم للكاميرون للتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في الذهاب من أجل الفوز والصعود لدور 32 من دوري أبطال أفريقيا وحسم الأمور قبل لقاء العودة. مرتضى منصور: أنا بطمن جماهير الزمالك، أقوى صفقات في تاريخ النادي هي صفقات هذا الموسم، كل الصفقات خلصت، إحنا حاليا في مرحلة الأندية وأنهينا الاتفاق على المقابل المالي ويتبقى بعض الرطوش البسيطة مع الأندية. قرر فيريرا وضع برنامج إعداد خاص لتجهيز لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري، وينتظر أن يعقد فيريرا جلسة مع جهازه المعاون عقب العودة من الدوحة في حضور الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة من أجل منح لاعبي الزمالك المزيد من الراحة قبل مواجهة السوبر لتفادي تعرض أي منهما للإصابة خلال الفترة المقبلة بسبب حالة الإرهاق التي تسيطر عليهم من تلاحم المباريات. تمسك فيريرا بضم مهاجم إفريقي السوبر لتدعيم صفوف الفريق، وجاء ذلك الطلب بعدما ظهر خلال مواجهة الهلال وحاجة الفريق لضم مهاجم إفريقي سوبر إلى جانب اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري حتى يتمكن الفريق من المنافسة على البطولات التي سيخوضها في الموسم القادم سواء المحلية أو الإفريقية. مرتضى منصور: ببارك لنادي الهلال السعودي على الفوز المستحق، عايزين نقفل الصفحة، ولادنا أبطال بيلعبوا نجوم العالم، وأول ما شفت لعيبة الهلال قلت ربنا يستر ويسلم، لكن ولادنا ما شاء الله قدموا ماتش كويس وحاربوا وخسرنا بركلات الترجيح. مرتضى منصور: الونش كان بيفتتح كافيه وكل لاعب كان فيه أجازة، محدش من اللعيبة لحق يريح، ورغم كده قدموا ماتش قوي ضد فريق رائع، وواصل إبراهيم نضاي وزكريا الوردي كانوا نازلين متحمسين وعايزين يثبتوا نفسهم، وتابع بصراحة اتظلمنا في الكرة الأخيرة لأن المعيوف صد كرة وتحرك من على الخط والحكم ما عادهاش زي ما عاد كرة عواد، وقال بطمن جمهور الزمالك عملنا أقوى صفقات في تاريخ الزمالك وخلاص بنخلص الاتفاقات المالية فقط. مرتضى منصور أطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بعودة الجماهير بالساعة الكاملة إلى الملاعب المصرية، ومن يخطئ يتحمل خطأه ويمنع من دخول المباريات. وأضاف: سنعلن عن صفقات الفريق الجديدة يوم الاثنين القادم، سنضم 8 صفقات جديدة، وعن عقد أحمد سيد زيزو قال عقد زيزو بقيمة 15 مليون جنيه فقط، وبقول جمهور الزمالك افرح بفريقك ومديرك الفني واللي جاي أحسن وأقوى. حدد المدير الفني للفارس الأبيض جوزفالدو فيريرا يوم الأربعاء القادم موعدا للسفر إلى الكاميرون لخوض لقاء إلياكت. طالب فيريرا اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة الهلال السعودي، خاصة وأن الفريق قدم مباراة قوية رغم حالة الإجهاد بسبب تلاحم المواسم وخسر بركلات الترجيح في النهاية. كما طالب اللاعبين أيضا بالتركيز في المواجهة المقبلة أمام بطلة شاد في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن الفريق يسعى للتتويج بالبطولة الغائبة عن خزينة القلعة البيضاء منذ عام 2002.
قرر أيمن حفني إعلان اعتزاله بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، خاصة أنه يعلم أن النادي أبقى عليه خلال الموسم المنقضي من باب التكريم، ومن المقرر أن يعمل اللاعب في قطاع الناشئين داخل مدرسة الكرة لصقل موهبته التدريبية بعد مع الحصول على بعض الدورات التدريبية للإعلان عن نفسه بشكل كبير في السنوات المقبلة. الصفقات الأقرب للانضمام للزمالك بالأسماء: عمر جابر نجم بيراميدز، حيث تم الاتفاق بين إدارتي الزمالك وبيراميدز على عودته مع احتمالات أن يكون ضمن الصفقة أوباما. أما ثاني الصفقات: نبيل عماد دونجا نجم بيراميدز، وسيدخل محمود علاء نجم دفاع الزمالك ضمن الصفقة على سبيل الإعارة. ثالثا محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش الذي بات على أبواب الزمالك بقوة مع احتمالات ضم محمد نديم أو السيد عطية ضمن الصفقة على سبيل الإعارة بخلاف المقابل المادي. ورابعا مصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش، حيث بات قريبا من الزمالك مع دخول أحمد أيمن منصور القادم من بيراميدز ضمن الصفقة. أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، حيث سوف يتم مقايدته بأسامة فيصل المعار إلى البنك الأهلي. وسادسا محمود عبد العاطي دونجا نجم وسط الإسماعيلي السابق الذي تتجه النية لضمه في صفقة انتقال حر، وذلك في حال تعثر صفقة دونجا بيراميدز. سابعا محمود جاد حارس إنبي، حيث تجرى محاولات مع إدارة النادي البترولي لتخفيض المقابل المادي مع إمكانية إجراء صفقات تبادلية قد يكون من بينهما حسام أشرف وإسلام جابر. وثامنا كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، حيث تجرى مفاوضات مع كامل أبو علي والحصول على موافقة إيهاب جلال، والذي قد يشترط ضم يوسف أوباما أو إسلام جابر ومحمود علاء الذي لا يمانع فريرة في خروجه للإعارة حتى يستعيد ثقته في نفسه وهو ما ينطبق على أوباما. أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن عودة محمد صبحي من جديد لحراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة. وكشف الزمالك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن عودة محمد صبحي للفريق بصورة رسمية. وقال صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: الحمد لله رجعت بيتي. كشفت صحيفة التايمز البريطانية: مصر تقدمت بملف مشترك مع السعودية واليونان إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2030 في سرية تامة بعد مشاورات حثيثة ومشتركة مع الجانب السعودي لما بين البلدين من علاقات استراتيجية مشتركة في كل المجالات ومنها الرياضية، بالإضافة إلى اليونان البلد القريب من مصر والسعودية، مؤكدة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقى ملف طلب استضافة مونديال 2030 لكل من مصر والسعودية واليونان. أكدت التايمز أن الفيفا يشجع إقامة مونديال 2030 في عدة دول، ودراسة الطلب المقدم من مصر والسعودية واليونان أسوة بمونديال 2026 المقبل الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، لكن الملف المصري هو الأكثر جاذبية نظرا لقرب المسافة بين الدول الثلاثة التي لا تتجاوز ساعتين بالطيران، بالإضافة لإقامته في ثلاث قارات. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، ومتشكر ليكم جدا على دعمكم. سلام.